شو رأيك في الآية اللي بتقول إنه إن أراد الابن أن يعلن له، وبنفس الوقت في الآية اللي بتقول لا أحد يستطيع أن يقول يسوع رب إلا بالروح؟ بالروح، صح. كيف؟ طبعا هنا عم نحكي عن اللي عم نحكيه هون هو اختبار روحي. يعني ممكن واحد يكون له معرفة مثل الرسول بولس مثلا بيحكي في أفسس واحد عن اللاهوت والثالوث والابن وملكوت ابن الله وانتقالنا من ملكوت الظلمة إلى ملكوت اللاهوت، عجيب والاختيار وكذا، بعدين بالآخر عشان هيك أنا الآن بصلي حتى تستنير عيون أذهان، حتى تفهم، بمعنى ممكن نعرفها عقليا بس ما نختبرها روحيا. وما حدا بيقدر يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. عشان هيك بنلاقي كثير مسيحيين هم بالاسم مسيحيين، ما بيحكوا كلمة رب بشكل سطحي بس من دون إيمان. وكثير من المسلمين مختبرين تجاوبوا مع صوت الله بالروح القدس، ولغتهم عن الله بوعي أو بغير وعي لغة الكتاب المقدس. شيء مش معقول نتقابل معهم بصير يحكي كلام، قول حبيبي عم نحكي نفس اللغة لأنه نفس الروح القدس عم بيكلمنا إحنا الاثنين. ما أحلى هالشعور على فكرة، كيف من كل الخلفيات. مش عم نحكي أديان وواحد يترك دينه، مش هذا اللي عم نحكي. عم نحكي عن اختبار شخصي للإله الحقيقي بالقلب. هنا هذا اللي عم نحكي.